ثم اذن لاصحابه بالهجره الى المدينه. فهاجروا افرادا وجماعات على خفيه وعلى خوف وعلى حذر من قريش. اما النبي صلى الله عليه وسلم فبقي في مكه. واراد ابو بكر ان يهاجر قال له لا تعجل. قال له صلى الله عليه وسلم لا تعجل. فبقي ابو بكر امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان اذن الله لرسوله بالهجره واخبر بذلك ابا بكر فابو بكر هيئ الرواحل والزاد لسفر الهجره لكن كيف الخروج من مكه اجتمعت قريش في دار الندوه وقالوا لا يلحق بأصحابه اللحق بأصحابه صار له قوة ومنع فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعضهم قال اقتلوه استريحوا منه بعضهم قال اثبتوه يعني اسجنوه حتى يموت في السجن بعضهم قال اطردوه اطردوه من البلد او يخرجوك فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيته تظاهر لهم انه ينام في بيته اجتمعوا عند داره صلى الله عليه وسلم على أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام لكن كيف يقتلونه قالوا يؤخذ من كل قبيلة رجل معه رمح أو معه معه رمح كل قبيلة منها رجل يجتمعون عند الباب فإذا طلع يطعنونه جميعا حتى يتفرق دمه في القبائل فلا تقدر قريش على أن تثأر من القبائل كلها صمموا على هذا الراي وكان الذي اشار عليهم بهذا الراي هو ابليس جاءهم في صوره رجل اشار عليهم بهذا الراي وقالوا هذا هو الصواب اجتمعوا ينتظرون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم امر عمه ابا امر امر ابن عمه امر ابن عمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكان شابا قويا أمره أن ينام على فراشه حتى يظن أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فنام علي على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم والتحف بلحافه وقريش تنظر إليه على أنه الرسول ينتظرون أنه يخرج والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم وهم جالسون ينتظرون ولم يشعروا به عليه الصلاة والسلام ودر التراب على رؤوسهم وكان متواعدا مع أبي بكر في مكان ثم خرج وذهب هو وأبو بكر إلى غار ثور جنوب مكة واختفيا في الغار حتى ينقطع طلب قريش فذهبت قريش لما علمت أنها باتت تحرس عليا وأن الرسول خرج من بينهم ندموا ندامة شديدة فخرجوا يطلبونه من كل وجه أرسلوا الفرسان والرجال وجعلوا الأموال الطائلة لمن يأتي به حيا لمن يأتي به حيا أو ميتا فلم فلم يتمكنوا من ذلك حتى إنهم جاءوا إلى الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقفوا على الغار فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فأنزل الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه يعني يا أبا بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السهلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ولما انقطع الطلب وأيست قريش من العثور عليه خرج صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وكان قد واعد الرجل الذي يدلهما على الطريق واعداه في وقت معين فجاء بالرواحل وركبوا وذهبوا الى الى المدينه وكانوا في خلال بقائهما في الغار كانت أسمى بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها تاتيهم بالطعام والماء واللبن خفيه وكانت ايضا وكان راعي ابي بكر ابو بكر له غنم وله راعي كان ياتي بالغنم من عند الغار فيشرب يشربون من لبنها وتخفي الاثار الاغنام اذا مشت عند الغار خفيت الاثار لم يتبين شيء ثم ذهبوا الى المدينه الى ان وصلوا الى المدينه